الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بشهود صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة في افتتاح هذا المسجد المبارك الطيب العامل بأهل الخير والفضل. وصلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلوات عند الله تعالى صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. فاختار الله سبحانه وتعالى لنا أن يكون افتتاح هذا المسجد وأن تكون أول صلاة تقام في هذا المسجد المبارك هي هذه الصلاة التي هي أفضل الصلوات عند الله سبحانه وتعالى. وأكرمنا الله تعالى بحضور المشايخ الكرام أهل الفضل والخير، فضيلة الشيخ محمد جبريل حفظه الله تعالى، وفضيلة الشيخ حسن أبو نار، ضيوفا من خارج الولاية مع مشايخنا الكرام من أهل هذه البلد العامل بحفظة القرآن وأهل الخير والفضل. واستمعنا إلى تلاوة كريمة لآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها التذكير بفضل عمارة بيوت الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى في القرآن واجبة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني إذا قال الله عز وجل عسى أن يحصل كذا لا بد وأن يحصل ويقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وإنما تفيد الحصر، يعني لا يعمر مساجد الله إلا من اتصف بهذه الصفات، فهي تزكية من الله سبحانه وتعالى لعمار بيوته أنهم أهل الإيمان والصلاة، ووعد كريم من الله سبحانه وتعالى لهم بأن يهديهم، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن كان من عمار بيوت الله سبحانه وتعالى فوعده الله عز وجل بالهداية. وفي الآيات الكريمة الأخرى من سورة النور التي استمعنا إليها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أن ترفع يشمل رفعها برفع بنائها وتعميرها، ويشمل كذلك أيضا رفعها بإقامة الصلاة فيها وذكر الله سبحانه وتعالى فيها، لأن بيوت الله عز وجل هي أشرف مكان في البلد وأحبه إلى الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أحب البيوت أو أحب البلاد إلى الله، أحب البلاد إلى الله مساجدها. فالمساجد هي أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، أحب بقعة في البلد وموضع في البلد إلى الله سبحانه وتعالى هو بيته عز وجل. ووعد الله سبحانه هؤلاء الرجال الذين سماهم الله سبحانه رجالا، فهي الرجولة حقا، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وعدهم الله عز وجل بالرزق الحسن، وما تركوه لله سبحانه وتعالى من مشاغل الدنيا ومن تجارة وشغل بأمور الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعوضهم خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عمارة بيوت الله سبحانه تشمل العمارة الحسية ببناء المساجد وصيانتها وتنظيفها وإدارة شؤونها والنفقة عليها، وتشمل كذلك عمارتها المعنوية بذكر الله سبحانه وتعالى
والدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع وتلاوة القرآن وجميع أوجه العبادة والخير. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم فيه الصلوات ويعلم فيه العلم ويقرئ فيه القرآن، وكان مكانا يقضي فيه بين الناس ويصلح فيه بينهم. وكان هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كانت به صفة يروي إليها المساكين ويبيتون في المسجد ويتصدق فيه على الفقراء وتجمع فيه الزكوات وترسل منه الجيوش للفتوحات. فكان المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤسسة جامعة شاملة تنطلق منها جميع أبواب الخير ومنارة لجميع الأعمال الصالحة. المسجد بيت كل تقي كما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمار المساجد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، الملائكة جلساؤهم، إن مرضوا عادوهم، وإن غابوا افتقدوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. قال: وجليس المسجد على ثلاث خصال: كلمة حكمة، وأخ مستفاد، ورحمة منتظرة. رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما، وصححه الحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. حديث جليل عظيم من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن للمساجد أوتادا، والوتد هو الذي يدق في الأرض ويشد إليه بناء الخيمة. وسمى الله تعالى الجبال أوتادا، قال: والجبال أوتادا، لأنها تثبت الأرض. فالمساجد لها أوتاد هم هؤلاء الذين بهم تتم عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى بنوعيها، سواء من كان وتدا لبيت الله سبحانه وتعالى ممن جعله الله تعالى سببا في عمارة المسجد ببنائه ونفقته وإقامة شؤونه، أو كان وتدا في المسجد به بفضل الله تعالى تقام الصلوات ويعلم العلم النافع ويدعى إلى الله تعالى وأبواب الخير المختلفة ممن يبكرون إلى الصلاة ويواظبون عليها. فهؤلاء أوتاد المساجد، ما جزاؤهم؟ قال: الملائكة جلساؤهم. هنيئا لهم ممن تجالسهم الملائكة وتحب مجالسهم وتكون معهم في مجالسهم. إن مرضوا عادوهم، إذا مرض واحد من هؤلاء تعوده الملائكة. وإن غابوا افتقدوهم، إذا غابوا عن المسجد الملائكة يتساءلون فيما بينهم عن سبب غيابه ويبحثون عن ذلك. وإن كانوا في حاجة أعانوهم. الله أكبر، إنها منقبة عظيمة جليلة أن يسخر الله سبحانه وتعالى ملائكته الكرام ليكونوا في حاجتك وليعينوك في حوائجك. ماذا يريد المسلم أكثر من أن يجعل الله تعالى ملائكته أعوانا له في حوائجه؟ قال: وجليس المسجد على ثلاث خصال، يعني من جلس في المسجد فإنه يظفر بهذه الفوائد الثلاث. كلمة، قال: أخ مستفاد. أول واحدة قال: أخ مستفاد، يعني تستفيد الأخوة من المسجد. فالمسجد هو المكان الذي يتعرف فيه المسلم بإخوانه المسلمين ويتخذ أصدقاءه من المسجد. هذه أفضل أخوة وأفضل صداقة، تلك التي نشأت عن طريق بيوت الله سبحانه وتعالى. فهذا حال المسلم عندما ينزل غريبا على بلد
يذهب إلى بيوت الله سبحانه وتعالى ويتعرف من خلال المساجد على أصدقاء وأخلاء، فهذه هي الأخوة التي لا تنقطع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالمتقون هم الذين خلتهم ومودتهم ومحبتهم متصلة في الدنيا والآخرة. جعلنا الله جميعا منهم. أخي المستفاد وكلمة حكمة تأتي إلى بيت الله تعالى فترجع بغنيمة، أنك تستمع إلى كلمة حكمة، تستمع إلى موعظة، إلى مجلس علم، إلى آيات كريمة تتدبرها فترجع وقد ازددت حكمة وإيمانا وعلما وخيرا ورحمة منتظرة. هذه الجائزة الثالثة، رحمة تنتظرها من الله سبحانه وتعالى، يرحم الله عز وجل بها عمار بيوته. وكذلك جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما توطن عبد المسجد إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا رجع إليهم. وتبشبش يعني فرح الله سبحانه وتعالى به واستبشر الله تعالى به، كما يفرح الله عز وجل بتوبة التائب، فيفرح الله سبحانه وتعالى بعمار بيوته الذين توطنوا بيوت الله تعالى للذكر والصلاة. ما توطن عبد المسجد للذكر والصلاة إلا تبشبش الله تعالى له، كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا رجع إليه، كأهل المسافر إذا عاد من سفره يفرحون بقدومه، فكذلك يفرح الله سبحانه وتعالى بقدوم هؤلاء الذين كانوا عمارا لبيوته عز وجل. وكذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا رب، من ذا الذي ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد سبحانه وتعالى. فهنيئا لعمار بيوت الله عز وجل، هم جيران الله سبحانه وتعالى، يناديهم الله عز وجل على رؤوس الخلائق ويدنيهم ويسميهم سبحانه وتعالى جيرانه، لأنهم ضيوف الله عز وجل في بيته، والله عز وجل أكرم الأكرمين. من نزل ضيفا في بيت رجل كريم من أهل الدنيا أكرمه وأحسن إليه، فكيف بمن نزل ضيفا ببيت الله عز وجل الذي هو أكرم الأكرمين وهو الغني الكريم سبحانه وتعالى. الذين تتعلق قلوبهم بالمساجد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، أو ورجل في رواية أخرى: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، حتى يرجع إليه. فهذا حال من تعلق قلبه بالمسجد، يكون بعيدا عن المسجد لكن قلبه مشغول بالمسجد وبشؤونه، ويحن للعودة إليه والرجوع إليه، فهو خارج المسجد ولكن قلبه مع بيت الله سبحانه وتعالى لشدة شغل باله بالمسجد وشؤونه وإدارة أموره، وكذلك بالحنين إليه والشوق إلى الرجوع إليه والعودة إليه. فيكافئهم الله عز وجل بأن يجعلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يجزل الأجر والمثوبة لأخينا الكريم باسم صبري الذي تكفل ببناء هذا المسجد وساهم في ذلك بالقسط الأكبر والأوفر، وكذلك أيضا نشكر أخانا الكريم فضيلة الشيخ حسن عرب حفظه الله تعالى على ما قام به من جهد كبير مبارك في إتمام بناء هذا
المسجد وما زال بحمد الله تعالى مستمرا في القيام بإدارته والإشراف على شؤونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهما ذلك وأن يثقل به موازينهما، وكذلك أن يتقبل سبحانه وتعالى من جميع من ساهم في عمارة هذا البيت الكريم المبارك من بيوت الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.